خدني يا حبي بيع بيت فلوى. مجنونة؟ شو صار لك؟ هلا ما بتطلعوا علينا؟ يا الله يا عمر، مثل الحلم، حلم ما بدي اصحى منه. لك شو السر يلي عندها هي المخلوقة؟ جد انا بحس انه فيروز كثير بتشبه الشام، الاثنين فيهم سحر غريب خلوكي تضلك متعلقة فيهم. حق معك، عن جد صوت فيروز بيخليك تفكر بحالك حتى وانت منهار من الوجع. والشام ما بعرف، عن جد بتصدق؟ يعني لما اوصل لاني احكي على الشام بحس حالي ما بعرف احكي، شي غريب. بس بدك للصراحة، اليوم ما قدرت شيل عيني عنا ولا لحظة. ولا انا قدرت شيل عيني على فيروز ولا على الشام ولا عليكي حتى. لك محتال قول هالكلام لوحدة غيري، مو انا يلي اكثر وحده بتعرفك انه ما في سنه مرقت ما حضرت لها حفله او مسرحيه، او وقت تشوفها مستحيل تشوف حدا غيرها. مين قال لك هذا الحكي؟ انا صار لي سنتين ومالي حضره لها شيء. لانه كانت حامل بريمه.